غيابه وباش تفيد خصك ورقه الدخول باش تفيد مروك بروق الدخول وتيف دو خاطر قيم مدينه تسنز الدين وغتيف ار 25 انا شفت تروح داك كيس روح هكا نشد القناص خالده متمش يعني شمس قاني نش غيابه نو الدين غيابه خمسه يتوف يمك غير خمسه نصفر خمسه ونص بالنسبه رمي يروح مش حقاي كان وقت كبري مش حقاي كان وقت مشوين على حسب ما مش نشي انت لا انت رميس يروح مش حقاي كان مبريد زي النظر راه زي النظر يروح وين يروح من ساعات ندي بولانس انا يسير ندي بولانس للجماعه بولانس للجماعه ندي وين زي ميس سقان محمد الخامس جا وين يروح سغياب عاود نجبر نقفوتو تمام ماشي كادر خصني نكمل تبارك الله وين ثواني وراني ودينا ام 12 ذو زيني وذن جيل 12 ذو زين جيل 12 ذو زين الوالدة نشطوها تكي زين تقيمة كيس نشطوها تكي زين ثني زين تذومة هذي نطفعش هذا أخو تكسي تقيمة معاه يعني زارك سمع على كيس ميتو الحالة ديالو منين وصل للرباط كيفاش كان كيما كان هادو شنو الرباط اي منين وصل للرباط كيفاش كان 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 في داك اش كيقولوا لنا في هذيك الطوموبيل كان ماشي تكن معايا وهضر معايا وداك وكان يعطيني مشروب نشرب ونادى قلت له ويدي هذا راه هذاك ترى غير حنا هذاك غير في هذا الطوموبيل مش هو غير داروا له سميتو داروا له هذاك الفاسما وداروا له هذاك سميتو الكابليات صافي الدري داز من تما غير نتاع خاطر ملي كان هنا منادى انا والو عادي خرج السي من خاطر رجعت للسبيطار ما سوني نعم انا اين سي ناس وجهي قاعد يلقاو داك الشيء ها هو خاك سي دبا بلي معايا داك السيد انا كنت خاصني نشغيني السلام عليكم مليح شخص عبد الخالق من بارك الله فيك وا بارك الله فيك شكارش كانت في الامبيلونس ولا حتى وصلت لا ما كنا شارينه معنا سيم ثنين تتوفر عادي عندنا معنا وكان كيهضر وكيتكلم معاكم قلت له قال لي ما قلت له اخبارك ميزه سخر وخص هذه الحاله اذا جوش خصها تعرض فني قياد يعني كاع جبد والسين خزار واش قشكر واش كتو هذا خايم ولكن تو قلاش الدواء ايش الدواء قلاش الدواء ايش فري وتو مش تنسي بس تنسى الحروق اللي كان ايش تسين في تعاود شفتو غمز سخر غايس ويحس وحس زين عليك كلشي محروق حروق كامل بحال هادوني من واش خسر ماشي خاطر وقع شي حاله شي حادث تعاود تبقى تعاود هي هذيك حيت كاين هذا السبيطار كان السبيطار فيه محروقين كيداوي كانوا محتاجين الدور ديالو يعني ما قبل ما يجي الدور ديالو قالوا لي زعما ولا داروا له شي دواء قالوا لي زعما تخرجوا وترجع الا بغيتي دخلوا هو مكيه وبقى مسكين كيدو كم هاي جيبوا معكم تجي معاهم عاود قلت له ما قدرتش نجر كيدك جرها راسو يلاه هذاك هو ها وتقنب وتقنب هكا وتقنب راني انا كي عند راني في الدار ماشي معايا هو شات لنا منا وانا شات هذيك باش ما يا لا داك هو بطل الله فراس تقنب معاه هاي مو حرق منا وعاود يتقنب وجاي نحرق منا ماني غير قال باش باش نسوي غوينا تنضرب باش يداوي ويهدروا لنا زاد الدواء زاد فواحد الرحبه وكنا عملنا داك الشيء اللي كان فيه صافي ظني انت خايف وقف على رجليه يا نستيس عشان ابغى باش هنا كادر الرحبه يقول ما حرقناش وحاشاك ودار هكا تكري كان بيت فوق هنا زاد عليه الحق زاد عليه واش معني نقول هذا الشيء نقول هذا الشيء كنقول لك انا بغيت لنا هذيك اللي كانت نيشان الله يرضي عليك داروا لنا هكذا داروا الوسيري في حالاتك دخنوه يدير لنا الدواء منها ما شفت ما نكذب عليك حيت كنكونوا في الراه ونديره في الراه وندي ما بغاوش يقولوني ما عطاونا لا ورقه لا حتى حاجه في الراه وندي ما عطاوني وندي نشوفه حتى وندي قال لي مكان ما تشوفي فيه راه وندك راه فخطر لا انا في داري في داري كيهضر معايا ويتكلم معايا دروك هكا حيت قالوا لي سيري شوفي مع الجاج نهيه شوفي مع الجاج شحال من الوقت بين اللي قالوا لك راه ولدك في خطر وبين كان كيهضر معاك شحال من الوقت كان بيناتهم حنا شفناه مع السبعه سبعه الصباح سبعه الليل شفناه مع الخمسه مع جات لعندي خويا من هنا من نادر خويا وواحد الجار ديالي سميتو خالد طلع لعندنا للدار البيضاء مين حنايا بتنا في الاخر في موريزكو واحد في السبيطار ديال المحروقين في موريز قبتنا تما غير مرته هكا حنا والواليده بيتني على هذوك السيرات تما وها فهمتي منين جا خويا عيطني بالتليفون خرجنا لعندو خرجنا بقينا في القهوه كانت قهوه طق طق هكا بقينا تما وصلت الساعه 8 ونص حنا تحبنا غادي نمشيو غادي ندخلو ديريكت فهمتي راه عندنا تما المريض مي مشينا باش ندخلو ما خلاوناش ندخلو كيقول لك راه الورقه باش ندخلو اودي التوبه ولا كيبني غير حنايا وها غير حنايا ودي راه عندي خويا تما مريض كيقول لك جيب الورقه شي جوج سوايع اللي ديالنا ديال الروطه جوج سوايع ديال الروطه رحنا نجريو ونجريو ونجريو حتى عجب الله واحد ولد الناس هو اللي ساعدنا دخلنا لداخل عادنا الوراق من الوراق مشينا للكوميساريه عاود ثاني من الكوميساريه الوكيل الدوله المهم انا
التقرير هذا. وقال باش تشوفوا انت كتبقى تخربق عليا في الكلام. باش تشوفوا ديك الساعه داروا لنا داروا لنا داك الشيء دواواه باش تشوفوا. مات انا اللي مشيت نشوفوا مشيت نشوفوا. انت سيدي شفتوا كاع انا فهمت؟ قالوا لنا كنقولوا بغيتي نشوف وندي كنقولوا كما كان ما تشوفي فيه راه وندك راه خطر. بغيتي نشوفوا كنقول لك ما كان ممنوع راه في البلوك ما كان ما تشوفي فيه. بس دابا انا كنهضرك على. بس اسمع لي نقول لك سيدي اسمع لي واحد الدقيقه هو كيهضر قبل وانت كتهضري منين هي مشيت كنقول سيري معجاج كنشوفوا معجاج كنشوفوا معجاج دايرين بحال ميت ما غنفين كلشي عليه كان كيشوف يعني ما مقيوصينش داروا عليه هكذا ما كيشوفش كلشي مغبرين هنا داروا لنا بحال هكا مريخاتنا كيبانوا شويه وهكا شي شويه فمو هذا الشيء اللي شفت فيه هذيك نقومه اللي كدير هكذا 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 ديال النفس فين مشيت هذيك كنقومه فنينا باش نشوفوا مباشره فين العرق حيت كان طوت ما تباك شفتو بالحق شفتو كيبدلوا نقومات هذوك ديال القوه بدلوا واحد البرميلات بتنتونوا وشفتو نقومه كتمشي تمشي وتمشي دايره هنا بس كيكره شويه نفس حتى الصباح نقول لك راه مات ايوا هادشي اللي كاين سي الله يرحمه ويرحمه الله يرحمه الله يسقم الصباح انا مع السبعه ديال الليل شفنا حي قبلنا يديروا ديك البصمه في داك الشيء كان مزيان هما غنفوا ذوك التغنيفه هو نيت منين كان منين كان كيهضر معاك ومنين توفى شحال من الوقت كان باش توفى انا قال ما يعني قلتي لي راه كان كيهضر معاك في لوبيتال ياك هضر معايا لامبيلونس لامبيلونس ولا في لوبيتال دابا هضر معنا في لامبيلونس وهضر معنا باش عاد شتيت انت منه وانا شتيت منه كان كيتقلب بحال حطو هو كان كيتقلب هذيك كان الحي ما لقى اللي يقاومو ما لقى اللي يوقف معاه يتكونوا به وند المخزن اللي وند المخزن داوه بالطياره وخويا اللي محروق اكثر منه داوه في لامبيلونس داوه في لامبيلونس ولا والو كان يديروا له هذيك القوه غير ديال القوه القوه ما كانوش دايرين له الكابليات على وجهه ولا فوت ولا شي حاجه الوجه ديالو والو كان عنده واحد عند الرجلين كينقصنو مازال حيت كيشوفو كبقيرت كينقصنو حيت كيشوفو مرسم من مرتا كيجهدنا شي شويه هادشي اللي كانوا دايرين حيت مشى بالحق تما كيا كيشفت مسكين منا شفت منا هو شد منا باش ما يتكنبش وانا شد منا باش ما يتكنبش قالوا حتى هذا هو هذاك السيد الاخر اللي دو هذوك اللي راه سابقينه سيروا شريو الدواء باش نقاونا نزينوكو نداووكو وهذوك اللي تبنتي انا مساكين قالوا لهم قولوا جماعه ما عندكم باش تشريو الدواء قولوا حنا ما عندناش يمشيو يدبروا راسو قالوا حنا ما عندناش ومشاو بقاو يتبرزوا مع راسو جابوا شي سطينه قالوا لك من هاد السطينه غادي نتلوانو ايوا هي هذيك دخلوه انا شفت ولدي واقف على رجليه شفت واقف باش هذا الرحابي ما محرقونوش هادو شويه ما محرقونوش حيت حتى هو شرح باش يديروا له الدواء وداك الشيء وغنفوه بقى ديك الساعه قالوا لك هذيك الساعه خاطر هذيك الساعه كلشي بنعوه كنت دارنا نفس